جبد الريح تهك صحيح جبد الريح نشتني شتا وحال غادي نفرض اخت من جوا شكون درتي ليا جيبوا مولات دخول آخر واللي في الصالة للداخل يا مساء الخير لكم جميعا. اسمح الله الى مينا
تكوني ديما هداوة وين علاش تلومو حرش العينين أبابا حرش العينين كان حاكم ولا محكوم عيني كوام جابوا الهوى من الشيشة وام عيني كوام طيحوا الزرزور ياك من فوق الصور عشراني هاد الحال رزاد بلاني
عشراني اللي عرفتو زي انساني. فضريف امسك الهوى سيادي المعارف ولا بن علي فيكم الشريف سيادي التهمة ضربانا لعنا وحش دعوتكم ما تخيبش سيادي القراقة العام الأول عام التاني معفاش علي خيل البراقة ديما سباقة ورا العام الأول العام التاني معفاش علي وعلى بنات بياضة بنات أشبر كسا عالوطر على بنات بياضة بنات أشبر كسا عالوطر وعلى بياضة جات في العلول داست عطبو وأخويا ركبني على قدام مولاي الحسن أخويا ركبني على طريق الرباط كل هضبط أباه يا أباه مولاي عبد الله الولي راح نجينا مشينا مع طريق الواد ورا الواد مربيع والطريق غذا تعواجا لالا ممنوع الطفل جاز ويزو حقنا لازمور قال لالا لحقنا لازمور هبل ليا الجمهور دس بالحديد مخطوف ورا الوالي راك تشوف راح سبني من الزايرين واباه 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 يا اباه مولاي عبد الله الولي راح نجينا نزور يا لالا لحقنا الجديدة وبنت ليا الكويدة يهمل كيف ريدة حيت الغربة فايتة فيا مالكي مجلية في الخلية أنا مالكي مجلية في الخل دايرين بيك بحور وشكون هما الضمان لازم تعاودي ليا وقالت ليا يا شريف يا ولد سيدي زحمان لا تبقى شي فقعان راني عندي ثلاثة ضمان والتاني والثالث هو سيدي محمد ملك المملكة المغربية عاش الملك لا لا
ولا لا 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 عاد عاد يا ابا مولاي عبد الله الولي راح نسير يا دكي هو انا رخيصو يا دكي هو انا رخيصو هو انا رخيصو
خلاني بعيد حبه بالقليب جديد خلاني بريد حبه بالقليب جديد خلاني بريد انا يا اجاسي بيت داني عوجو عليا والدوش بنات ويلي عوجو عليا والدوش بنات انايا انا على لولين ما جاسي بيت ويلي على لولين ما جاسي بيت داري عوجو عليا ودي وش بنات ويني عوجو عليا دوش بنوات يا
تسلموني.